السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. المؤثرة المغربية خديجة كتنزل آخر الأخبار على الزوج ديالها هشام وأشنو وقع في المستشفى، فخليكم معايا أختي بس تسمعوا شنو قالت وتشوفوا شنو نزلت على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. فكيف ما كتعرفوا بلي خديجة غبرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحكم أن كل مرة كتسمع أخبار، مرة كتسمع أخبار اللي كتفرحها وكتقول الحمد لله، ومرة كتخلع وكتسمع أخبار اللي خايبة على هشام. فالله يدير لها مسكينة سوا ديال الخير، صراحة ماشي سهل هادشي اللي كيمروا منه، والله يكون معاهم والله يخفف على هشام. فخديجة نزلت فيديوهات للزوج ديالها هشام داخل المستشفى وقالت اخبار الخير يا ربي، دعواتكم دعواتكم دعواتكم. فخديجة من بعد ما نزلت هذاك ستوري اللي كطلب من الناس انهم يدعوا مع هشام، بزاف ديال المتابعين اللي تخلعوا ليه وبداو كيسولوا اشنو واقع وبداو كيدعوا مع هشام. فخديجة من بعد ما شافت بزاف ديال الرسائل اللي توصلت بهم بالخاص، نزلت ستوري اللي كتقول فيه الله يرحم لكم الوالدين على دعواتكم، يسول فيكم الخير الخوت. بالنسبة لهشام عيان، دعواتكم كل مرة كيفاش كتكون حالته، حتى كنفرح كنقول الحمد لله غادي الأمور مزيان، الحمد لله على كل حال. احنا كندوزو من فترة حساسة بزاف، دعواتكم معانا ما تخلعوش علينا، إلا غبرنا راكم عارفين جو السبيطار ما كيخليش لك الخاطر تصوري ولا تهضري، نتوما عائلتنا خوتنا وحبابنا وصحابنا ولقينا فيكم الخير ديال بصح. داكشي علاش كنبغي كل مره نطلع عليكم، ما تهزوش لينا الهم، معنا الله ودعواتكم والعزيز الغالي على قلوبنا ملكنا الحبيب، الله ينصرو ما خلانا مخصوصين من حتى شي حاجه، دعيو معاه الله يطول لينا في عمره ويحفظو لينا يا ربي. عاش الملك محمد السادس نصره الله. فكيف ما كتعرفوا اختي بلي خديجة كانت طلبات من الناس انهم يدعوا مع هشام، وقالت بلي ان هذه الفتره راها اصعب فتره دوزنا في المرض كامله، وان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل دعواتكم غادي يرجع بخير وعلى خير. لكن خديجة حتى كتقول ان هشام ولا لاباس الحمد لله، لكن للاسف كترجع تدهور الحاله ديالو، فالله يكون معاه والله يدير ليه سوي ديال الخير والله يخفف عليه والله يكون مع خديجة ويعطيها القوه باش توقف مع الزوج ديالها. فدعواتكم اخوتي مع هشام بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.